طرق الفوال جمعتك اللي هي بالتنظيم جي سي اي جونيور ولا كبار؟ فاطمه الزغويني من اولى الصحفيات اللي تحضر، مرحبا بك فاطمه. نتوما عاشق تو لو بليزيغ بو موا. هذا بناجح الزغدودي تحضر في المداخله نتاعك. حضر في الورقه ورقه العمل القيروان القيروان المظلوم. شكون اللي كلمك قال لك ماني جاي مع الصباح؟ ثم سي نور الدين طقطق مدير عام مدير عام مساعد بوكالة نهوض بالصناعة والتجديد عاد ذر لأنه عنده التزامات ماشي بحر هذاك النهار حد اليوم حد لا بالله شو اسمه سلم على كمال أم الزين يقول لي مشى بحر مدير جهة والتجهيز قلت له راهو اليوم عندنا ندوة خلي الله اليوم كونجي نتاعي هو التجهيز غايب في القروان بالطبيعة ما يجيكش واش تلاقوا به في جماعة الصحفيين هذايا تم عديد على الأرصف مطروحة كأفكار أولية هنا للنقاش اللي ممكن تكون في نقاش أكثر العنصر الأول هو بالنسبة لولاية القيروان وهي معضلة موجودة في معظم الجهات الداخلية والجهات الغربية خاصة اللي هو ضعف النسيج العمراني وهذه الاقتصاديين وزير التنمية الكل يعرف مش احنا نقولوه فبالتالي كونوا لديهم لقوة صار نسيج نساتان وسطر صور البلد ما تمش مدن كبرى ما
الكبرى اللي هي تنجمكم هي مازال زال تنقصها عديد ما المراكب عديد ما الشيء اخر حتى نجموا نقول هذه راهي مدينه كبرى نجم تستقطب معها الاستثمارات وخاصه زادت الظاهره هذه زادت حتى على اثر عمليات النزوح اللي صارت من المعتمديات الداخليه معتمديات عليا الطيران في اتجاه مدينه القيروان بحثا على ايش بحثا عن مواطن الشغل بحثنا عن ظروف عمل وظروف حياتية أفضل بحثنا عن أكثر من المرافق الشيء هذا خلى الريف لم ينمو بالشكل الأفضل قفار نزول وشكل عائق كبير أمام التنمية بالنسبة لولاية القيروان بالنسبة لمدينة القيروان لم تكن مستفيدة مدينة القيروان من هذا الوضع باعتبار ونحط في مخططات التنموية بتاعها سواء الجهوية أو في برامجنا في الاستثمار البلدي يمكن ما أمكنش بالبلدية القيروان كانت تنفذ برامجها كما تراهية نظرا لظهور حاجات استعجالية انتصاب نتاع أحياء كبيرة فوضوية أو نقوله تلقائية خلينا نقوله مش فوضوية يكفي أن نراه على تخوم مدينة القيروان معناها عدد الأحياء المنتصبة هذا يشتت مجهود التنمو من داخل مدينة القيروان ويزيد وخلاها مشروع باش تتوجه الحاجات معناها أخرى تولي تقاسي في الحاجات هذه. وبالنسبة للمناطق الريفية بقات على حالها بقات مناطق مواقع إنتاج هي اللي تزود في مدينة القيروان بالمواد الأولية وتزود حتى في ولايات أخرى ولكن المواد الأولية والإنتاج اللي يخرج مثلا مش عودة في شكل استثمارات عمومية. وعاينا وشفنا تبقى السيد الوالد قلنا معناها العديد المعتمدين شفنا الحالة نتاع البنية الأساسية المخترعة خاصة في ما يتعلق بال بالمسالك الفلاحيه وفي بعض الحالات مثال بعض المسالك الفلاحيه حتى داخل مواقع الانتاج يعني داخل المناطق الساقويه اللي هي تستدعي اكثر عنايه لتسهيل عمليه الانتاج. هذا العائق الاول. العائق الثاني ثم حاجه لابد من الانتباه اليها كون في ولايه القيروان وهذا من الحقيقه يجب ان نعرفها ويجب ان نقرر بها ويجب ان ناخذ الاحتياطات معناها في المستقبل باش نعرف كيفاش نعملوا تنميه مستدامه. يعني مش تنميه نتاع باش نحلوا مشاكل اليوم والله أعلم بدو شي يستنى فيه. بالنسبة للقيروان هناك ضغط كبير ومتزايد على الموارد الطبيعية. يكفي أن نعطي بعض الأمثلة في هذا السياق. أما زحف متوسع على المراعي. المراعي الموجودة في القيروان كانت في قديم ولاية القيروان منطقة رعوية. هي تربية أغنام بشكل كبير. اليوم المراعي تتقلص منها بشكل كبير يسرع على يعني تعوضها بعض الغراسات الأخرى. المعدل حوالي 6 رؤوس أغنام للهكتار الواحد هذه لشارج باستورال. لشارج باستورال للهكتار تقريب 6 للهكتار. على المستوى الوطني 2.6. العادي والطبيعي يعرفون الأجرونوم يحوز في حدود 1 هكتار بارتير. إذا تحطوا على الأغنام. هذايا مشكلة مش في المرعى في حد ذاته ومشكلة في مسألة الجرع عن ذلك من تصحب ومن فقدان الموارد فرسمت. ناخذ كيف الأراضي المهدده بالانجراف حاليا. الانجراف يهدد حوالي 55% من الأراضي الزراعية حاليا في القيروان. كما تدهور نوعية التربة. مثل الانجراف والتملح ونقص المواد العضوية. تدهور نوعية مياه الري. نتيجة استغلال المفرط. نعطي بعض الأرقام نسبة الاستغلال بالنسبة للمادة السطحية تقريبا 143%. نعطي بعض التفاصيل 170% بالمادة السطحية لسهل القيروان 160% بالنسبة للمادة السطحية بعين البيضة 152% بالمادة السطحية حفوز 39% بالمادة السطحية حاجب جبل. نسبة الاستغلال بالماء والموارد بالمادة العميقة أقل من المادة السطحية لكن حتى هي مرتفعة فاتت 100% تقريبا 160% 106% ولكن بعض الأماكن الاستغلال كويس 174% المادة العميقة في حفوز المادة العميقة اللي تخرج منها في حفوز الاستغلال فيها تو 174% 167% المادة العميقة بحفوز 108% من هذا العمل تشغل يعني
هذا حبيش حبيت نعطيه علاش خلينا نكمل مساج بعد مساج بعد في الديوان نعمل مساج حبيت نعرج على الأرقام هذه هو حتى تكون المساج واضح لبعض الأماكن لاحظنا من خلال الزيارات الميدانية في عديد الأماكن تم مطالبة ببعث وتهيئة يعني مناطق سقوية وحاليا نحن مطالبين بهذه أمانة حاليا نحن قدام أمانة بريمون تاريخي خاصة فيما يتعلق بالماء يا إما أونتريت لوجونس أونتريت لوجونس نستجيب للطلب الحالي ونهيئ مناطق سقوية وين ما جاء وأما الرشد والاستهلاك ونفكر كلما استدعت كلما توجدت الظروف الفنية تقع تهيئة مناطق سقوية أنا التوجه اللي حبيت نأكد عليه بالنسبة ل 53 هكتار مش معناها ما نحب ما نحبش باش نتوسع مناطق سقوية لا يزيد التوسع كلما توفرت الشروط الفنية لذلك يقع التوسع لكن أحرى وأولى حاليا المناطق الموجودة 53 هكتار اللي هي نسبة التكثيف فيها المفروض تكون في 200% أو 180% هي تو في 105 و106% هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية نجم نحن أوكي دوبلي الإنتاج نسبة نضاعفه على نفس المساحة باش تعمل تقنيات معناها أبروبريي ثم عنصر ثالث هو ثم صعوبة في تثمين الموارد هذه صعوبة ترجع إما لوضع عام بصفة عامة وضع يهم يعني البلاد التونسية بصفة عامة اللي هي غياب الحوض الرشيدة وغياب معناها التخطيط الاستراتيجي لأن نحن السنوات اللي فاتوا كل منذ الاستقلال التخطيط اللي نعمله تخطيط معناها حسب الطلب تخطيط ما نقولش حسب الطلب لكن حسب الحاجة هذه منطقة استاد عتيق نعمل فيها تلك هذه منطقة تستدعي زون الاشتياء برا نعمل فيها زون الاشتياء وقت اللي التخطيط استراتيجي يستدعي هو كون نعمل انفيسيون استراتيجي نعمل رؤية الجهة اللي اش نحبوها تكون كما تحدث السيد مدير العام نشوف يعني اللي في غير ايكونوميك نعملوهم شنو وتكون يعني مسهله جميع على القطاعات مع بعضهم احنا نخطط كل قطاع وحده توا تجهيز خط واحد ولا خط واحد يلزم تخطيط استراتيجي هذه غائب وهي معناها نجم نعمل عليه فهمت ندوه كامله معناها صباح وعشيه فبالعب التخطيط الاستراتيجي ما يكفيش نحيلوا له معناها اللقاء والحيل بالنسبة للحاجات الخاصة بالقيروان، القيروان ضعف البنية الأساسية نتاعها وخاصة تواجدها قرب الشريط الساحلي، علاش باقي قلت تم حاجات إيجابية في نفس الوقت تنجم تكون سلبية، احنا قلنا قرار من الشريط الساحلي بحكم قربنا من الموانئ من التجهيزات هذه ولكن في نفس الوقت لما تكون البنية الأساسية على الشريط الساحلي جد متطورة وتكون معناها جهة كما نقولوا غير قادرة على أسوق لكم تحية السيد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالطيران والسادة أعضاء المكتب التنفيذي وأتمنى لأشغال هذه الندوة النجاح لما فيه خير الطيران. إن مكتب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالطيران هو الذي تقب منذ 5 أسابيع سعى منذ اجتماعه الأول إلى وضع خطة عمل من أبرز محاورها دفع نسق التنمية بالجهة وهو ما يلتقي مع محور ندوة اليوم وذلك بتشخيص الموجود والوقوف على العراقيل الموجودة لدى المستثمرين وخاصة منهم الشباب وكذلك المستثمرين الأجانب المنتصبين بالجهة والسادة أرباب الأعمال والصناعيين من أبناء الجهة وتكونت لجان 4 تعنى بالنظر في المشاكل التي تعيق الاستثمار وخلصنا في بدء الأمر إلى النقاط التالية والتي سيعمل الاتحاد إلى رفعها إلى كل من له القدرة على فضلها ونعني بذلك المشرع ورجال القانون وكل الأطراف المتداخلة في الغرب. بالنسبة للصناعيين وجوب المقترحات التي وصلنا إليها هي وجوب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الربط بشبكة الطرقات السيارة تيسير الإجراءات الديوانية سواء في التصدير أو التوريد ربط علاقات مع رجال الأعمال الأجانب في إطار لقاءات شراكة مباشرة والتعويل في ذلك على الجمعيات والمنظمات التعريف بالجهة وبمناخ الاستثمار فيها إيجاد ممولين أجانب وتقريبهم من الباعثين الشبان للاستفادة من خطوط القروض مع البلدان المتعاونة مع تونس
وبالنسبة للتجار والحرفيين فإن مبادلاتهم وإبداعاتهم وحتى طبق الترويج في الداخل والخارج وجود إقامة معرض للجهة يسهل الرواج ويسهل وكذلك وجود تيسير مشاركاتهم في المعرض. السيد العمود رحبوا بكم أولا. الموضوع هو دفع الاستثمار. التشخيص الدقيق للأسباب المعيقة للتنمية في القيروان. إذا علمنا أن القيروان كانت الأولى قبل الإستعمار، الثانية والثالثة في الإستعمار، واليوم رقم 24. الأسباب ممكن شخصة وبعض النقاط. أول نقطة هي الإجازات لمنح مناطق التنمية الجهوية. نلقاو في القيروان بعض المناطق 15%، في حين سيدي الهاني 25%، وناخذ قندار ونفيد على المستثمر ومورد حتى المشروع التنموي بالاخر. رغم ان القرويه ما تحتوي ومذكر السلام عليكم. عام ونص يجري فما الإدارة التونسية مازالت تحاول يبلغ المعلومة الصحيحة للمواطن. وقضايا التنمية اليوم هي اللي تشغلنا، قضايا المواطن ما سرع شراء قضايا كبيرة اليوم ضروري أنه معناتها نحاول نشاركوا الناس الكل وكل الأطراف مسؤولة قدام التاريخ وقدام ربي وقدام البلاد باش يساهموا مساهمة فعلية ومساهمة جادة لتنمية شاملة وحقيقية. وراه إذا كان قطاع من القطاعات مش يأدي في دوره طبيعي باش تكون حلقة عليها هذه باش تكون معناتها فيها تنمية معناتها مستدامة. وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية وشكر وتقدير على الدعوة الموصولة لمعهد الجهوي للشغل بالقيروان لحضور فعاليات هذه الندوة لكل الأخوة ممثلي مكتب دار الأدوار والشروق والجمعية الصحفيين بالقيروان. ونعتز بأن نكون من بين ضيوفهم لنساهم معهم ومع بقية ضيوفهم في تأثيث هذه المبادرة القيمة في عقد هذه الندوة التي اختاروا لها شعارا أو عنوانا دسما في محتواه وثريا في مغزاه ومعناه، استجابة لنداء الوطن الذي يستغيث من الآن جميعا لننهض للعمل ونشمر على ساعي الجد من أجل الكد لنهضته الشاملة والتي لا يمكن لها أن تتحقق إلا بدفع الاستثمار أول شروط التنمية، وهي في النهاية قبل البداية مبادرة تنمو قبل الغروب بعد أن أنجزت ولا تزال تنشر ثورتها غير مسموح لأي من أبنائها أن يلوك في الكلام أو يحجب الحقائق الموثقة على شعبها. وحقيقة ونحن نتابع نشاط الإخوة المنظمين فقد أحسن الأداء في المرحلة الحالية ونتمنى لهم التوفيق. أحيي أيضا بهذه المناسبة وفي إطار محتوى هذه الندوة وبإيجاز أحيي أيضا الأخ مدير إذاعة صبرا، هذا المولود الاستثماري الإعلامي في الجهة، ونحيي كوادره الشابة والرائعة في الأداء حتى الآن، ونهنئ أنفسنا وجهتنا بهذا المولود الإعلامي السمعي، ونطمح بالتفافنا جميعا حوله إلى أن يتطور إلى علام بصر استثماري ودافع للاستثمار في الجهة. فتاريخ القيروان جدير بذلك وبهكذا مولود، فهي أول عاصمة عربية إسلامية في شمال إفريقيا منذ 50 هجري، وأول من نقل وأصل بالإعلام. وتأكيد على ضرورة تضافر جهود الناس كل. رفعنا شعار إنه القيروان يبنوها أولادها، وهذا شعار يعني ماهوش للتمييز وإنما للتحفيز لأحد الأخوة ربما من جهة خارج القيروان أشار للنقطة هذه. قال نحن مش أولاد القيروان لكن نخدموا فيها أكثر من أولادها. معش هذا صحيح ولا إن شاء الله ما يكونش صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرات الإخوة
والأخوات يشرفني ويسعدني أن أشرف معكم على فعاليات هذه الندوة الجهوية حول الاستثمار والتنمية الجهوية بولاية القيروان. وأرحب في البداية بمختلف الضيوف والإطارات الجهوية والوطنية، كما أرحب بالسيد فوزي عزاب الذي لم يتحقق السيد فوزي عزاب المدير العام لديوان تنمية الوسط الغربي، وموفد السيد وزير التنمية الجهوية والتخطيط الذي تعذر عليه الحضور شخصيا لمواكبة فعاليات هذه التظاهرة. وإني أبارك مبادرة جمعية الصحفيين ومكتب دار الأنوار بالقيروان، وهي مبادرة تنم عن حرص هذه الأطراف على دفع مسار التنمية بالجهة وسعيها للمساهمة الفاعلة في تحقيق أحد أبرز أهداف ثورتنا المجيدة، ثورة شعبنا، ألا وهو تحقيق التنمية مع مختلف القضايا والمشاغل التي تم رصدها بمختلف مناطق الولاية. وقد سعينا من خلال هذه الزيارات لتشخيص الوضع التنموي بالجهة والوقوف على مختلف النقائص، سواء منها المتعلقة بالبنية الأساسية بصفة عامة، أو بمقومات التنمية البشرية والمرافق الأساسية على غرار الماء الصالح للشراب الذي هو أولوية الأولويات، أو المرافق الصحية والتعليمية وغيرها. كما اكتشفنا خلال هذه الزيارات بأن هناك طبعا تحول، واخترنا هذا الاختيار أن نبدأ بالمناطق والفئات الأقل حظا قصد الوقوف على وضعياتها والسعي لإعطائها الأولوية في المستقبل ضمن مختلف البرامج التنموية. وقد وقفنا فعلا على حجم النقائص المسجلة سواء بالوسط الريفي أو بالوسط الحضري، وحالة الحرمان التي يعيشها عدد المتساهمين من عديد المرافق الأساسية وأهمها التزود بالماء الصالح للشراب، وخاصة في الوسط الريفي حيث أن عديد العائلات وبكافة المعتمديات ما تزال إلى حد الساعة تعاني الأمرين للحصول على هذا المرفق الحياتي، وهو ما يستدعي منا مضاعفة المجهودات ضمن البرامج المستقبلية والبرامج الحالية. وقد سجلنا غياب هذا المرفق حتى في المدارس الابتدائية، وحتى في بعض الحالات في المرافق الصحية، وخاصة بجنوب الولاية أين يقع تزويد عديد المدارس عن طريق صهاريج وفي ظروف صحية غير سليمة. كما سجلنا أيضا حالة العزلة التي تعيشها بعض المناطق والتجمعات السكنية نتيجة رداءة المسالك الفلاحية التي تحول دون تنقل المتساكنين وقضاء شؤونهم، وتحرم أبناءنا خاصة في مواسم الأمطار من التوجه إلى مدارسهم ومزاولة تعليمهم، وتكون بذلك سببا من أسباب الانقطاع المبكر عن التعليم. هذا بالإضافة إلى النقص المسجل في الوحدات الاستشفائية وخاصة على مستوى التجهيزات، وعدم قدرتها على الإيفاء بحاجة المتساكنين، والحالة المزرية التي آلت إليها
بعض المؤسسات التربوية التي أنت تاريخها تقريبا من الستينات أو من السبعينات وما زالت تلك الكراسي وتلك المقاعد على حالها. وهذه المؤسسات وهذه الوضعية وخاصة ببعض المدارس الابتدائية ببعض المناطق الريفية والتي تستدعي منا تدخلا عاجلا للصيانة والتجهيز وإعطاء الأولوية لهذه المناطق فعلا المعزولة، وكيف أن نستطيع أن نوفر لتلامذتنا الظروف المناسبة حتى يكون حظهم من التعليم ومن النجاح ومن الآفاق المستقبلية كغيرهم من التلاميذ. وفي الجانب الاجتماعي أمكن لنا رصد حالات اجتماعية تتطلب التدخل العاجل سواء لتوفير مورد الرزق أو لتحسين المسكن، وهنا حدث ولا حرج حالات اجتماعية قاسية جدا، إعاقات بالجملة وحالات نتاع رداء في السكن، عائلة تسكن في بيت في مسكن واحد تسكن مع قارورة الغاز وفي ظروف معناتها رديئة ورديئة جدا. وفي هذا الصدد أذكر بأن اللجنة الجهوية تم تشكيلها لضبط قائمة المساكن البدائية الأكواخ اللي ما زالت اليوم مع الأسف في تونسنا العزيزة، والتي يتوجب إزالتها وتعويضها، والمساكن المتداعية التي تستدعي التدخل والصيانة. وهذا التداعي للمساكن أنت الناس خايفة كل ما تصب المطر ممكن في أي وقت من الأوقات تهبط عليه المسكن وهو مع أبنائه أنت في الليل أو في النهار. وقد تنقلت هذه اللجنة إلى مختلف المعتمديات وأعدت قائمة أولية، وهي الآن بصدد التثبت من هذه القائمة قبل إرسالها إلى مصالح وزارة التجهيز والنظر في معناتها تمتيع هؤلاء المتساكنين المعنيين بالبرنامج الحكومي لإزالة المساكن البدائية. حضرات الإخوة والأخوات، بالتوازي مع هذه النقائص فقد سجلنا أيضا بعض الإخلالات والتجاوزات من قبل بعض المتساكنين، أهمها الاعتداءات على شبكة الماء الصالح للشراب التي تسببت في تعميق أزمة التزويد، وهذه مسألة اعتداء وربط عشوائي على كل هذه القنوات الرئيسية والتي فعلا تسببت في عطش عدة متساكنين وعدة عائلات. وقد تحاورنا مع بعض الأطراف ونبهنا إلى ضرورة الكف عن هذه الاعتداءات وقطع الربط العشوائي، علما وأن الحلول القانونية ستكون الفيصل في حالة تواصل الاعتداء على هذه الشبكة. وأدعو هنا المجتمع المدني أن يقف معنا حتى نزيل كل ما هو تجاوزات قانونية، وخاصة في هذا المرفق الحياتي ألا وهو الماء. كما أن عدم خلاص معاليم الماء ومعاليم الكهرباء من المسائل التي يتوجب معالجتها بكل جدية، وهي حالات قد تكررت خلال الفترة الأخيرة وعمقت من الإشكال، وسيقع السعي أيضا إن شاء الله لمعالجتها. فهذه قضية الجمعيات اليوم المائية كلها تقريبا عندها مديونية ثقيلة جدا ومش قادرة باش تخلصها، سواء كان مع معناتها استاج ولا مع الفلاحة ولا حتى مع منخرطها. وهذه وضعية كذلك وضعية الجمعيات، قد ما جددنا قد ما حاولنا نتصل نحسس، ولكن موروث كبير وموروث قديم، وهذه الجمعيات لابد وأن تتوفر لها العقلية المناسبة والناس اللي هما يحبوا يخدموا ويتطوروا لخدمة هذا الشعب وفي معناتها هذا المرفق الحياتي باش يوصلوا بدون معناتها ما يكون ثم عدة تجاوزات وسوء تصرف. مع الأسف سوء تصرف حتى في الماء، ناس قاعدة تسرق، ناس قاعدة تجمع في الفلوس ولكن مش قاعدة تحسن التصرف في هذه الأموال، أموال الشعب اللي باش معناتها تضمن استمرارية وصول الماء إلى كل العائلات في الريف. ولئن كانت المشاغل المرصودة عديدة فإن المشغل الأساسي
يتمثل في توفير الشغل القار باعتباره الضامن للحياة الكريمة. ولتحقيق هذا المطلب الشعبي لابد من دفع المبادرة الاقتصادية وبعث المؤسسات التي سجلنا غيابها بعديد المناطق، ويتوجب العمل في هذا السياق على الاعتماد على ما توفره الجهة من فرص حقيقية. وجب العمل على إيجاد الأرضية الملائمة لاستغلالها عبر تحسين مناخ الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للجهة، وخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية كتهيئة المناطق السقوية والمناطق الصناعية وتدعيم الطرقات والمسالك باعتبارها شرايين للاقتصاد، وهو ما سنعمل جاهدين على أخذه بعين الاعتبار في البرامج المستقبلية إن شاء الله. وفي هذا السياق أذكر بمشاريع المناطق الصناعية التي تم إدراجها بميزانية الدولة لسنة 2012 بولاية الخيروان، وهي توسيع المنطقة الصناعية السبيخة 2، تهيئة منطقة صناعية بالوسلتية، تهيئة منطقة صناعية نصر الله، تهيئة منطقة صناعية بالحفوز، وتهيئة منطقة صناعية ببوحجر. وسيتم السعي مستقبلا إلى تهيئة هذه المناطق الصناعية وببقية المعتمديات لإعطائها الفرصة للتعويل على ذاتها واستغلال مواردها على الوجه الأمثل. كما سيقع العمل أيضا على اقتراح مناطق سقوية حيثما توفرت الشروط الفنية لذلك، وجود الماء والتربة هذه منها طبعا شرط من شروط بعض مثل هذه المناطق السقوية. حضرات الإخوة والأخوات، هذا بإيجاز حوصلة للزيارات الميدانية، وأذكر بأنه سيتم إعداد كتيبات لكل معتمدية تحتوي على أهم المشاريع التنموية والمشاريع والبرامج المقترحة، بحيث تكون وثيقة تساعدنا إن شاء الله على اقتراح الأولويات والبرامج والمشاريع عند إعداد الميزانيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ولي الخيروان المحترم، السيدة والسيد عضوي مجلس الوطن التأسيسي، السيد مدير الجهة للتنمية، السادة الإطارات الجهوية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية في ولاية الخيروان، أنا في البداية أحب أعبر عن شعوري وعن سعادتي بالمشاركة في هذه الندوة، اللي تعتبر مبادرة مميزة ومتميزة من ناشطين إعلاميين ومجتمعيين وجمعياتيين. خاصة في هذا الوقت بالذات، كما تعرفوا الوقت بالذات باعتبار المادة الدقيقة اللي تمر بها البلاد على كل المستويات، واحنا الكل ظاهر لي ما نختلفوش كونا نحب نوجه الجهود الكل لتحقيق ولضمان تحقيق الثورة التونسية المجيدة. كذلك الندوة هذه أنا في رأيي تتزامن مع وقت ممتاز ومميز باعتبارها تجي بعد ما أتممنا إعداد والمشاركة في إعداد ميزانية الدولة سنة 2012 اللي حاولنا في الحقيقة نطبقوا فيها المقاربة التشاركية. أكيد التقييم الأولي تاع العملية هذه فيه عديد النقاط الإيجابية والسلبية، خاصة اللي قد سبيها نحاول نتبادلوا مع بعضنا. وكذلك الندوة هذه تكون تجي قبل ومع انطلاق الاستشارة الجديدة لميزانية 2013 اللي هي أكيد باش تكون معناها الآلية الثانية بعد الثورة لتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الجهوية العادلة. نحب في البداية كذلك أن نبلغ تحيات السيد وزير التنمية الجهوية والتخطيط وتعذر عليه الحضور اليوم، وأوصاني وكلفني باش نمرر له إن شاء الله على كل توصيات الندوة من الإشكاليات المرفوعة والمقترحات لدعم عمل التنمية الجهوية للمتابعة والنظر فيها في إطار الوزارة لكيفية تسهيل الممكن منها. كما تعرفوا الحقيقة احنا وكما القطاعات الكل بصدد معناها إعادة النظر في سياسة التنمية الجهوية بالنسبة للجمهورية التونسية. سياسة التنمية الجهوية في الحقيقة ترتكز حاليا التوجه الجديد على أربع محاور أساسية نحب نذكر بها بعجالة قبل ما نتعبوا ربما إلى خصوصيات وإلى استراتيجية تانية بالنسبة لولاية القروان المقترحة. أهم عنصر اللي راوه كونه من الأهمية أعطاؤه معناها تركيز هو اللامركزية وإعطاء صلاحية أكثر للجهات. كما تعرفوا احنا في تونس التقييم تاع العمل التنموي في 2020 الفارطة أبرز أهم استنتاج كونه معناها المركزية المفرطة للعمل التنموي وللإدارة ولكل أنشطة معناها الاقتصادية والاجتماعية في تونس. الحقيقة العنصر هذا نعطوه أهمية كبيرة في المستقبل لإعطاء صلاحية أكثر للجهات
وتدعيم المركزية في مختلف مجالاتها. وهنا البداية ربما كما ذكر السيد والي على أساس معناها كيفية إعطاء الدور الرابعي وهام وثامن للمجلس الجهوي. المجلس الجهوي احنا نشوفوه يتطور ويلعب دور المجلس الجهوي اللي هو يقوم بالمهام المناطة بعمدته كاملة باعتبار كونه يكون هو المسؤول على البرمجة على التقييم على الإنجاز، وتكون عنده موارد ذاتية، وتكون عنده خاصة معناها استقلالية القرار اللي باش يكون فيه معناها المجلس الجهوي ممثل لكل الأحزاب والجمعيات. في اعتقادي هذه نقطة هامة جدا، واحنا حتى كنشوفوا بعض تجارب الدول الصديقة ولا الشقيقة اللي حتى احنا بحق سابقينها في برشا مجالات، هي تقدمت صوت في المجال هذا وعندها مجالس جهوية ولا جماعات محلية متطورة وعندها ميزانياتها وعندها معناها كل آلياتها للتحرك وللاضطلاع بدور التنموي على مستوى التراب الجهوي. واكيد انتم تتابعوا حتى على مستوى تو المجلس الوطني التاسيسي والخيمه المجلس الوطني التاسيسي، هناك لجنه اللي هي مكلفه بالنظر في مستقبل هذه الجماعات، ونتصور التوجه لكل الاطراف لكل حساسياتها، وانا ماشيين نحو معناها اعطاء صلاحيات للجهات بارساء مجلس جهوي معناها عنده الاستقلاليه التامه وعنده كل الموارد للاطلاع بدوره في العمل التنموي. المحور الثاني الهام في واحنا بدينا به الحقيقه وحتى في القروان وهذا معناها اليوم هي النشاط التعليمي للدرج في هذا الاطار، هو المقارنه التشاركيه العمل التنموي. كما تعرفوا كل هذا ماهوش جديد، تبقى يلزم نفعلوها، يلزمها تكون ناجعه، يلزمها تكون معناها مؤطره. كيفيه معناها تشريك المنظمات والجمعيات والقطاع الخاص معناها في ضبط سياسه التنميه الجهويه وفي ضبط البرامج والمشاريع، وخاصه في متابعه انجازها وتقييمها وتوفير الظروف الملائمه لاحكام انجازها. بطبيعه الحال بالعنصرين اللامركزيه وبالتشريك المجتمع المدني في العمل التنموي نكون وصلنا ومشينا نحو تحقيق الحوكمه الرشيده. كما تعرف الحوكمه الرشيده تنبني على اعطاء صلاحيات لهذه الهيكل الجهويه وكذلك تشريكها وارساء الشفافيه اللازمه في كل معناها انجاز المشاريع العموميه باش نحققوا مع بعضها ان شاء الله الحوكمه الرشيده اللي هي ضمان للتنميه المستفيده. المحور الثالث الهام اللي هو بالنسبة للاستراتيجية التنمية الجهوية في البلدية التونسية هو نسموه احنا تأهيل الجهات الداخلية. تأهيل الجهات الداخلية هو كيفية معناها احكام التوزيع العادل الجغرافي للتنمية على كافة المناطق البلاد. ولهنا ما هوش حاجة معناها جديدة ولا غريبة الناس كنت تعرفها، كون التفاوت الكبير الموجود بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية. ومش مدخلوا في الأرقام تروى معناها باش نبينوا هذا التفاوت. تبقى احنا تأهيل الجهات الداخلية بالنسبة للنقطة الثالثة، وفي اعتقادي انطلقنا به ولو بجزء صغير في ميزانية 2012، هي إعطاء معناها أولوية أكثر للولايات الداخلية ومن جملتها ولاية القروان اللي هي تحتل هذا الشريط الوسيط. وكان ذلك واضح في تبذير خاصة الاعتمادات الإضافية اللي خصصتها ميزانية الدولة في 2012 بتخصيصها الى الجهات الداخليه. وفي اعتقادي ان معناها الارقام بالنسبه لولايه القروان 170 مليون دينار معناها في اعتماد الدفع لسنه 2012، الحقيقه هذايا معناها بدايه هامه. تبقى ما يكفيش لتخصيص الاعتماد، كما تعرف معناها الانسكريبسيون دي بيجي موجوده، تبقى هناك جهود ومجهود كبير لازم نبذلوه الكل لكيفيه معناها احكام انجاز هذه المشاريع وتوفير الظروف الملائمه اللي باش ما تجيلناش مع بعض الصعوبات لإنجازها وتجسيدها. المحور الرابع هو كيفية تدعيم القدرة التنافسية وتطوير جاذبية التراب الجهوي للاستثمار سواء الوطني ولا الأجنبي. وهذا أكيد نجم ننطلقوا فيه من الآن. القدرة التنافسية بتكون عبر معناها بنية أساسية عصرية، عبر معناها إطار تشريعي حافز، عبر معناها تأهيل الموارد البشرية وخاصة في قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني، عبر معناها تأهيل الوسط الريفي بتاعنا. وكما نعرف كل احنا في الوسط الغربي خاصة حتى في ولاية القروان معناها أهمية الوسط الريفي ومن الحجم النسبي للسكان ومن مساهمة معناها هالوسط هذايا في الناتج الجهوي
تعمل الطروان ولا حتى الناتج الوطني الخام خاصة في المجالات الفلاحية، هذا هام. معناها باش نطور الفلاح أكيد يلزمنا نهتم ونعتنيه بالوسط الريفي من حيث البنية الأساسية خاصة. كذلك مع المحاور الأربع هذوما هناك إجراءات مسابقة ضرورية، كما تعرفوا احنا والندوة هي الاستثمار، معناها هو المصدر الأساسي للتنمية، والمصدر الأساسي للتنمية ما نجموش نحققوا التنمية بدون استثمار، في اعتقادي أن هناك إجراءات جديدة اللي طرحنا فيها منذ سنة تقريبا في مقترحاتها، هو مراجعة التشريع الخاص بالاستثمار الخاص. مراجعة مجال الاستثمار، احنا حتى على مستوى وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع عديد وزارة أخرى خاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قدمنا بعديد المقترحات في كيفية مراجعة. أنا احنا يمكن كإداريين وكفنيين ونتصور ما نختلفوش كثير مع خيالنا في المجلس الوطني التأسيسي ولا في المجتمع المدني ولا في القطاع الخاص في الليتيكا وفي الليتاك والمنظمات المهنية الأخرى، كون المقترحات هذه بناها اولا على تقييم المجله اللي نكتبوا فيها توا منذ سنه 94، والتقييم هذا اثبت كون الحوافز الممنوحه لبعض الجهات لم تكن هي العنصر المحدد لاستقطاب الاستثمار، باعتبار هناك عديد عناصر اخرى اللي ذكرتها في البدايه منها البنيه الاساسيه والموارد البشريه. هذه حاجه. حاجه ثانيه وهامه جدا زادة، كون بتطبيق المجله اعطينا ربما الحظ للجهات الساحليه اكثر، وخاصه للجهات المتاكمه للشريط الساحلي، باعتبار كون عديد الولايات اللي هي تعتبر شريط وسيط تبقى ما تمتعتش بالامتيازات هذه، كولايه قروان مثلا اللي احنا المقترح بتاعنا سيد الرجالي معنا اليوم، معنا قدمنا بالمقترح واضح بالنسبه للوسط غير الكل وخاصه بالنسبه للقروان، كونها كلها يجب تمتيحها باقصى معناها امتيازات التنميه الجهويه، وكل الامتيازات هذه معناها اضافيه وتكون فيها مقارنه بجهات اخرى لاستقطاب الاستثمار الخاص، معناها خاصه في غياب بنيه اساسيه مؤهله وتبدا الحوافز ماهيش معناها مقارنه متميزه مقارنه بجهات اخرى، اكيد المستثمر باش يمشي من ثم السهوله للانتصاب والسهوله للترويج والسهوله للتصدير. ثم اجراء اخر هام نحب نذكره في هذه الرحله هو كيفيه تقديم معناها الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، معناها يسموها البارتنريات بيبليك بريفي بروبي، في عديد الدول الاخرى هذا ناجح جدا خاصه في دول معناها ربما كانت منافسه لنا كما المغرب ولا كما تركيا وكما حتى مصر. هذايا تطور حاليا ثم هناك معناها عمل على مستوى كيفيه معناها التشريع وتقنين هذه الشراكه، وخاصه هذه الشراكه ربما تهمنا في التنميه الجهويه باعتبار عندنا عديد المطامح وعديد المشاريع مبرمجه خاصه في البنيه الاساسيه لوجه الانتاج، وهنا طريقه صيغه الشراكه هذه متعامل بها برشا في كيفيه انجاز وتسيير وتصرف المناطق الصناعيه ولا المناطق اللوجستيه ولا البنيه الاساسيه. بالنسبه للقيروان فقد سأكتفي بعجالة لتقديم ولو على بشكل موجز مقومات التنموية لتعجيل القيروان اللي تحتوي على العديد من المقومات كما يتفق عليها الناس الكل لدي، بقينا باش نحاول في إجابة علاش المقومات هذه لم تمكن من إنجاز التنمية إلا المرجوة، علاش عندنا فرص هامة ديما نتحدث عليها ونعتقد عندنا مكامن كبيرة نتاع استثمار والسؤال مطروح هو علاش لم يمكن استغلال هذه المكان. بالنسبه لمقومات التنميه لمسؤوليه القيروان، مقومه رقم واحد هو الموقع الجغرافي بتاعها اللي هي معناها في وسط البلاد، اللي هو اماكنها بطبيعه تكون قريبه من الاقطاب الاقتصاديه الكبيره اللي هي مواقع الاستهلاك الكبرى في الشريط الساحلي، ومن مواقع تسويق المواد الاوليه اللي موجوده سواء في ولايه القيروان او في غربي ولايه القيروان في الولايات المجاوره. المقاومة الثانية هو المواد الأولية الموجودة في ولاية القيروان، كما أشار السيد المدير العام وأشار قبل السيد الوالي لا أعلى أهمية النشاط الزراعي الموجود في القيروان وأهمية الإنتاج الفلاحي الموجود في ولاية القيروان، وهذا مؤشر يعرفوه حتى في وزارة الفلاحة كونهم المؤشر تاع الصبا لما يتحسب على القيروان، يعني إذا كان القيروان صابة راهي تونس ديما في السنوات كل ستاتستيك اذا كان العام تسير في القيروان وكما فيها انتاج طيب راه تونس كامله
يكون فيها إنتاج يعني غزير وممتاز. الموارد هذه سواء في الفلاح أو هناك موارد أخرى طبيعية، على غير بعض المواد الأشعية اللي أمكن تحديدها على أثر الدراسات اللي تم الانتهاء من إنجازها منذ سنة مع المنطقة الغربي والديوان الوطني للمناجم، اللي يمكن من تحديد خارطة فيها عديد المواقع الأشعية في عديد المواد اللي ممكن استغلالها في إنتاج بعض المواد. المواد بالأساس هناك الطين الفر اللي ممكن معناتها استغلاله في إنتاج مناهل الأجر والمواد الأخرى، بعض الأنواع من الرخام موجودة في جهة القيروان، هناك رمل موجود في سيف القيروان يعني من نوعية جيدة يمكن استغلاله. القيروان فيه كيف موارد مائية كبيرة، هنا الموارد المائية هذه سنتين بعد تحدث عليها ممكن في العصر الثاني، يعني ما يلزمش ناخذها على اساس كونها موارد كبيره، عندنا برشا موارد يلزمنا نستغلوا الماء على حكمه وعندنا الماء بدون ما نفكروا في حوايج اخرى حتى نشوف على خاطر الاستغلال الموجوده معناها في الماده المائيه بتاع ولايه القيروان. بالنسبه للموجود حاليا امكن استغلاله، امكن تعبئه تقريبا 100% من كل مياه السيلات معبى عن طريق مناخ البحيرات الجبليه والسدود التي في بعض المناطق اللي ممكن معناها يزيد استغلالها. مواد جوفية تم استغلالها، موجودة حوالي 53 ألف هكتار من المناطق الصقوية، وذلك المرتبة الأولى من في تونس من حيث مساحة الأراضي الصقوية. ممكن التوجه يتمثل في تعميم نظم الاقتصاد في مياه الري في المستقبل وحسن استغلال المناطق الصقوية دي، ولو موجودة نسبة تكثيف فيها مازال ضعيفة، نسبة تنويع الزراعة مازال ضعيفة. ثم معطى آخر مشروع للقيروان اللي هو معناها مرور أنبوب الغاز موجود معناها الغاز الريكي اللي تعدى على ولاية القيروان، واللي يمثل فرصة كبيرة بالنسبة للمؤسسات الصناعية خاصة كثيرة استهلاك الطاقة، عمل السمك وعمل الأجر وغيرها، اللي هي معناتها الكلفة بتاعها الرئيسية هي الطاقة أكثر من المواد الأولية، الكلفة الرئيسية بتاع بعض الصناعات هي الطاقة، واللي تخيل لما يتوجد منها أنبوب غاز طبيعي يولي معناتها يمثل حافز كبير لاتصالات هذه المؤسسات. والمخزون الثقافي والحضاري اللي معناتها ممكن مع المناطق الولايات الكبرى خاصة في استعانة المحامين والخبراء والمهندسين. الله يجزيك الخير. امبارح كلفت القتل واحدة بلاش من بعد خسرنا سنين بواحد. واليوم في الاقتصاد زعم واحدة بلاش ولا اثنين بواحد. بعض الدراسات الأكاديمية اللي صارت، بعض الدراسات اللي فهموا بها دراسات فهموا بها البنك العالمي، ثم دراسات فهموا بها وزارة التعليم العالي، وزارة التشغيل كذلك، ومع الأسف تلقى ثم تضارب في الإحصائيات، تلقى أرقام مختلفة بالنسبة لنفس السنة، ولكن ثم اتفاق شبه كلي على أنه ثم بعض الشهادات تم تنفيذ 2012 على مستوى جامعة القيروان، يتم نقوموا بدراسة باش نشوفوا كما طريتها في بالنسبة للصفاقس وبالنسبة لبعض الجهات الأخرى. مع الأسف نلقاو أنهم هما يقوموا، ولكن مع الأسف بالنسبة لنا نحن نلقاو أنهم خلق شعاب جديدة اللي النسبة التشغيلية فيها هامة ياسر، واللي هما يحطوا فيهم باش يغوصوا كيما. فما ماتير بريفير خارجة من قروان تونس العاصمة، خاصة أني مستثمر في الزيتون اختصاص تمليح، فهمت؟ فما قريب 80 ولا 90 معمل في تونس، 90% من الإنتاج نتاعهم قروان الزيتون بتاع. وقاعدين معناتها ياخذوا في كميات كبيره من القروان، يعني خديت كاتيجر من الاول ناخذ من عندهم في السلعه الاول، تو قاعد نبيعهم انا خاطر كاليتي تدفع القروان ديما خير من اللي تدفع. ايش اليوم؟ قروان معناها خاصه الاستثمار الصناعي، معناتها نحكيو معناتها اكثر حاجه على بي اللي نحن للاسف في بالي معناتها سي طاقه مش موجود، مي ما نجمعش نجمعش في الغدو معناتها الأغنياء والغدو معناتها مش موجودة في القروان هنا، معناتها نعرف نعطي فادات باش تزيد عطل المشروع نتاعي، أما معناتها لازم نقول لمصلحة القروان، عندنا الأغنياء مش موجودة لهنا، ومعناتها من أغرب من هذا الكومنت اللي هي معناتها القاعدة تعرف معناتها المشاريع الكل، معناتها هي وكالة الغدو الصناعة بس،
وليك النهوض مع التجربة. إلا معنى فما السياح ماشي فيه إنه متني برشا. المشكلة يدولي أخطر من هذا. فما مشكل سياسي معنا بالأساس. نحب نقول إنه فما حالة إحباط في القروية. معنى المدرب بتاع الزوز في المشاريع. تحكينا على كل شيء. معنى إنسان ليش مشتهد بالسياح. ويبقى حتى واحد يعام. مازالت نفس المساوغات هي بيدها نسوقوها للشاب باش نعطوا له المشروع بتاعو. ليل الله. المشكلة الثانية في القيروان هي البيروقراطية، هي الإدارة في القروان. إدارتنا في القروان بكل صراحة ونكونوا واضحين مع بعضنا من غير ما نخبيوا الحقيقة. اولا ساعه هي الثوره قامت على الحريه والكرامه، انت مازالت المواطن مازالت ما عندوش كرامه في الاداره التونسيه. يمشي يقصد قريه حتى مريض مش يدخل للسبيطار، مثال مع كامل احتراماتي للجانب الاطار الصحي. انا اي مواطن يمشي قريه في اداره في القيروان معناه يعطلوه تعطيل حقيقي. قدموا في الابي يقعد يعطوا فيه خمسه شهور. خمسة شهور باش في الاخر نمشي لوزارة الصناعة ليش يعديوه ويرفضوه وقت اللي بيف بي ام عاملة شي مات في المصنوع وعاملة كل شيء ونعرف بيف بي ام عنده 20 سنة تخدم في الدوسيات ما تعديه الا فيه لما يبدا مريض. وانا انا في القانون كل قانون كل انا البروجي نتاعي عملته على حساب القانون ما عملتش على حساب لازم يكون مطيع للحزب. باش نحطوا
اور المشكله هنا عمرك ما تلقى بين الانبطاح وبين الكومبيتونس، ما تلقاش ما يتقبلوش. الانبطاح بصفه عامه مش كومبيتونس. عندي هنا 50 سنه مع التجمع، ما يلزمناش نعاودوا الغلطه هذه مره اخرى. علاش قلت لهم هذه؟ خاطر كنت شاهد عيان واحد من الناس وقتها في كيفاش تحضير التنميه نتاع 2012. قاموا وقتها جاوا وقت تلموا الناس باش يحكيوا وعطوا اراء اخرين من هنا. منهم مدير الجامعه نتاع التنميه، هذا عندي نتاع الصحه العموميه وعندي كتاب تذكرها مليح توا. سيد قام قال نحبوا 10 مليارات بيجي باش نعملوا سبيطار جهه ومش حتى جامعه، يعني ما وصلناش معنا نحكيو بالجامع. قال جهه 10 مليارات في بقعه جيبه راه سبيطار من الجزائر مش مؤهل باش يكون سبيطار. يجي بيتزاريا يجي باتيسري يجي تحبوا انتوما حمام الا سبيطار. وهذا بحضور وقت عندي كتاب النواب المجلس التاسيسي عمل مغلق معظمهم مش واحد مش واحد مسلم. يقوم سيد البالي مش هذا القديم قال له اسمع مش برشا 10 خذ ثلاثه. ولا هكا بيع وشري معناها بيع خذ ثلاثة وابني فوق سبيطار رخدي. هذا معقول؟ هذا معقول؟ ولا تقول لي ساحر ظلمنا، ولا تقول لي سلخ ظلمتنا، ولا تقول لي تونس ظلمتنا، ولا تزير ظلمتنا. هذا منا فينا شيء منا فينا. الراجل مش قال طلع قال نحب 10 مليارات ونحب كل 10 مليارات ترى حكاية خير برشا ما عندها حتى قيمة. أنا جبت الميزانية نتاع تونس مع سي وجيه العبيني معناها عاوني برشا الحق. درسنا نتاع ميزانية التنمية الجهوية نتاع قرين عملنا دراسة مقارنة بينها وبين ميزانية التنمية الجهوية نتاع الولايات الداخلية الكل عكس ما يروج له. احنا حسب بارتي دابيتون يعني حسب عدد السكان آخر واحدة في الولايات الداخلية آخر واحدة على 12 احنا كلاسي 12 مش كلاسي 70 ولا 20 ولا 50 12 احنا تينانيين. هذه الأولى. ثاني حاجة سوء التوزيع خاطر ما عادش رؤية استراتيجية كما قال سي فاروق ما عادش رؤية استراتيجية بعد معنا نعرف شو في سوسة أصحابي عن جاية جامعة اسمها سوسة المستقبل صدقوني يخدموا توا على سوسة كيفاش يراوها دون 20 عام حاضرين البلان داميناجمون والمشاريع وبالتوافق مع معناها مع النواب مع الواحد مش ياسين رمضان أما شوف ما تكامل السياسي يلزم يدافع عن المشاريع هذه خدمة يدافع عن المشاريع مش يفكر في المشاريع يدافع عن المشاريع اللي باش يفكر فما جيني سيفيل فما ليكونوميست فما الطبيب فما لي تكنيسيان لي تكنوكرات هما اللي يقاموا لازم نتكلم لنا نفهم في القران هذا لازم معناها السياسي يتواضع يعرف اللي معناها الهدف نتاعو باش يدافع على المصالح نتاع الجهه ياخذ مشاريع ويطلب عليها بالبوني ولازم زاد التكنوكرات يفيقوا شويه من السلبات نتاعكم السلبيه نتاعكم في القران ويدخلوا في الجمعيات ويساهموا بافكار هذه واحد دونك نرجع حكايه ميزانيه التنميه في القران كان نعمل دراسه صغيره برشا صغيره على معناها ناخذوا كعلامة نلقى اكبر بيدجي في القران اكبر بيدجي اللي فتحت البيدجي نتاع الفلاح احنا قوتنا بالفلاح مشي المشاريع الجهوية ذات الصبغة الاجتماعية بلغة أخرى هذه تاع منحة بطالة منحة سكن منحة سكن اجتماعي منحة رمضان منحة العيد منحة كذا كذا معناها نعلم الناس كيفاش يساسين 39 مليار أقوى بيجي أقوى من الفلاح 39 باغ كونت جي الصحة العمومية 10 مليارات طالبة سيد بين 3 مليارات و 400 أو سوء التوزيع خاطر لين يدخل السياسة شنو يقول لك السياسي؟ يقول لك أنا عندي 39 مليار توا ياخذ من كونتون كونتون خدم كل 2012 صب باش نسكت العباد باش ينتخبون كنت احسبها دان بوان دو في ديفلوبمون ما عندها حق ما ترى ما هكاك نعرفوا الحرب هذيك كي دخل السياسي في الاقتصاد ولا في التنموي دس اللي بيعرف 39 مليار نحن نحكي عن صراحه كل نشوف تاخذ تاخذ السياسي حياتكم كامله ودراسه تاع رئيس وزراء بكري تاع البنك العالمي موجوده وقريتها اللي بالحق عن جيوغرافي ايكونوميك يقول لك اسمع كل البلاد تقسم على زوج ناس نتاع خدمة حزام سامحني بالكلمة فهم وجوج وبارع وين وناس ديكادر هذه رؤية موجودة من قبل معناها المفروض على تونس وفي البنك العالمي هذه دراسة موجودة احنا ماشيين في الدراسة هذه احنا عاطين الضوء في ناس مع بكري الأخ الحسين بكري فلوس بكل قال على مشاريع قال احنا أولويتنا في المسألة كيف الأحياء والناس صالح الشباب وراح على البيس الفلانية وطرد هذه تكريس المشروع هذا يحط في مخك الدونية أنت قدرك نتاع صالح الشباب ونتاع مثل في لحم انت قادر مش نتاع مستشفى جهوي انت قادر مش نتاع تكنوكور انت قادر مش نتاع كل انجينير على ذكر لي كل انجينير حنا بكري نلقى البيدجي نتاع 700 مليون بيدجي كامل لي كل انجينير تحل تلقى البيدجي نتاع معهد الدراسات القانونيه مع احتراماتي اللي في ديال الكل القانونيه مش خارج بطاقه بعد كون في الكل 9 مليارات 700 مليون 9 مليارات معنا حل الوناقش انت كيفاش معناها سي الحكايه هذه ولا تعطيك الصحه والسيولوجيه تو تحب مثلا نشوف جهات اخرى ناخذ مثلا صفاقس ماخذين مع دار بس التجاريه 9 مليارات احنا 700 مليون في كل انجينيور سي ان ايماجينابل معناها تحل بها طريقه فهمتني ما في حد شيء معناها
هذا كله معناها خد عن معنيش معنيش رؤية استراتيجية. أنا نتحدى أي واحد فينا بما فينا عبد الله لو كان نقول لك كيف صار قولنا 20 سنة قدام ما يعرفش. لا يا خلي كمل يا قريش. 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 يا قريش. قريش. خذ الكلمة من بعد. بس فاهمين؟ ورؤية استراتيجية ما يعملش واحد برك ولا جمعية برك. رؤية استراتيجية تعملها بيرو ديتيود كبير. 39 مليار عندي 39 مليار. أعطي من 5 مليارات 6 مليارات بيرو ديتيود كبير. صحيح حضرنا كل شيء بس ما هو هنا هي نفسها اللي حكيت تو ما كيما تو هذه الانترفونسيون هذوما كي تجي كي تنطق يدخلوا الحزب في الإيجابي والدفع على الحزب نتاعو ماشي الدفع على الحزب أنا اللي يجي اللي يعاون الخوين أنا معاه قلبا وقالبا سي تري سامبل هذايا هذايا ميزانية ما تجيش ميزانية ومش تقعد هكا إلى يوم الدهر إلى معنا إلى يوم يبعث وناخذ ديما احنا نشاركوا في البلاد سي واجي بخصوص الميزانية واضح الفكرة وصلت غير ما هذا بينا تعطينا الفكرة في المشروع مشروع الفسقية هذايا هي رؤية صغيرة بدات في 2010 قبل حتى الثورة القرون هنا اللي جاب الاستثمارات جاب المستثمرين فما يمكن لعبت مرور معناها اللي هي لوكس حاجه زايده ها كونفور هذيك راه راكم حسب دوميني حسب انت من اكثر حاجه تخلي المستثمر يمشي من بلاد لبلاد هي عامل الرفاه الرفاه اش معناها الرفاه؟ معناها ويمشي عادي وقت وين باش يهز عيلته صح شيك من سوسه ولا من تونس باش تسخر في القرون ويسمع فما كادر باهي في الحياه هكا ولا نعطيكم مثال في برشا في المنطقة الصناعية نتاع النفيضة، فما دي تفاز الوزير أمين نجيب، ناري مش معناها رؤية، الناس تخمم من بعيد. قلنا خاطرش ما عملوش بول دو ديفيرتيسمون دو الوزير، الخبان يدور دولة الخبان يخرج مواطن شغل، معناها التراث نتاعه ما عادش واحد معناها حجر نفرجوا عليه يفرج عليه، يخرج مواطن شغل. فما المنطقة هذيك نتاع المصرية تعرفوها كل يوم، عادش كان تعرف هي مساحتها 14 هكتار كامل. 14 هكتار معناها مش هكتار مش اثنين. وفما بلاد جاي حكيت رؤية استراتيجية وفما تروى تيران دايرين بها اللي عندنا تيران تاع الناس اللي مش معقول في بقعة كيما كيما واللي عندنا تيران تاع البدبو تاع الأثر كيف كيف مخطو مش غادي واللي عندنا سبيطار تاع المجازر اللي كانوا كانوا تحول كيما تفضل نعرف كيما نجي تاع الصحة كان تعمل كان تخرج تروى تيران هذوما مع الفصل وتخصصهم معناتها تعمل بلون داميناجمون وتخصصهم فقط معناها المشاريع تتصبغ تجارية وترفيهية بحتة لا غير على مدى 5 سنين مش توا يعني مش توا حكاية توا أما عقل ما عندك تكون عندك الرؤية واضحة مثلا احنا عملنا مشروع الفسقية وحده ما نقدرش توا نعرضوا خدمات جديدة شو معناها تكون مشروع يوفر مع المداخيل معناها ديرو ست بما يقدر من 4 مليارات ونص في العام ديرو ست نخدم قرابة 50 واحد فقط مش أما لازم الأمبلوا ديريكت كل خير الأمبلوا ديريكت كنا بدل حكاية جدا هكا ومن بعد نكمل مثلا نسيب دي كلاسمون من بعد ونخرجوا لناس نعطيو تيران بقعة أخرى وتخرج اسمها هي تخرج تاع ما يدبوا الآثار ويخرج سبيطار من غادي شنو عندك معناها زون بالحق زون توريسي كامل وقت تحكي على السياحة الثقافية وتحكي على الديفيرتيسمون ويجيك العباد لازم عندك حاجة جبنا هنا ولا هذه معناها جروس مدود حبيت تكون نعطي لي ديتاي مي ما فهمتش هذا شو اما بربي لا جاني مره اخرى نعاود ندخل كلمه باش نخدم بها بعد السياسي على التالي بعد السياسه على الاداره هذه رجائي الاخير تدخل اتحاد الفلاحين وان شاء الله باش ناخذ كلمه وجيزه فما في المناخ نتاعي خاص جمعيه من جمعيات الطيران هنا فما اللي تنشط في الولايه هنا نحن شعار تاع الندوة هذه هي نقولها القيروان يبنونها أولادها نحن إن شاء الله فلوت نبنيوها مع بعضنا بدون حتى تجاذبات سياسية في جميع المجالات سواء كان كما نقولها في اتحاد الشغل ولا ميديكا ولا أي كان أي طرف كان نحن في اتحاد الفلاحين فما هيئة جديدة اللي هي انبثقت من بعد نضالات في المركزي وإن شاء الله فلوت وقع اختيار مكتب جديد يسير في دواليب اتحاد الجهوي الفلاح والصيد البحري والقيروان. وان شاء الله نحن كما قلنا ناشطين لاعاده الاعتبار لهالمنظمه هذه.
اللي هي كانت بغض النظر عن اتحاد الشغل هي كانت متواطئه مع النظام. يعني كان اتحاد الشغل وحده عنده سمعته في الدوله وعنده هيبته وعنده كلمته، لكن اتحاد الفلاحين كان متواطئ تواطئ كامل مع الدوله ومع النظام السابق. ولهذا نحن كما نقولها انتهجنا انتهاج كون انه فهمت ان كل عمل بتاعنا نحن مستقل وبعيد عن كل التجاذبات، وبدينا ناثوا وناسوا البرنامج عمل يرقى بمستوى الفلاحه في ولايه القيروان. اللي نعرف من بعضنا كون انه القيروان 80% من برنامج التنميه بتاعها هو فلاحي، واكبر برنامج في الجمهوريه تنموي كان هو في القيروان في مجال الفلاحه اللي هي قاع رصد ما يوازي 52 مليون دينار للفلاحه في ولايه القيروان. نحن في الاتحاد الفلاحين عندنا عده تدخلات، وبدينا بالهيئه الجديده ان شاء الله في تجاوز عده عقبات، منها اول عقبه هي محاربه الفساد في المجال الفلاحي. عندنا محاربه الفساد والاصلاح الاداري والتصرف في المجال الفلاحي. عندنا مجالات بدينا قاعدين نقوم بمقاربات في المجال هذا، قاعدين نحاربوا في الاطر القديمه اللي كانت مستغله ومهينه على الفلاحه وحطتها كما نقولها عباره كما نقولها سند لتمويل حملات انتخابيه سابقه وتمويل فهمت عده تظاهرات خاصه في جهاز الدوله. عندنا برنامج ثاني هو توعيه الفلاح، واللي هو نحن عندنا الفلاح اكبر عنصر اساسي هو كما نقولها في المجال، ونحبوا نحن فهمت نقوموا بحد التعليم عنده في برنامج عمل ان شاء الله في الولايه هنا لتوعيه الفلاح باش هو يلقى المستوى العمل اللي ينجم يوصله للربح. على خاطر الفلاح عندنا نحن في القروان هنا كي تجيو الناس الفلاح البسيط الصغير دائما خاسر، والجهاز البنكي ما يتعاملش معاه على خاطر كما نقولها ما عندوش جارتي ما عندوش فهمت سند سواء كيف. الناس كل عندها مشاريع في دماغها، الناس كل حامله مشاريع وحامله هم القروان وحامله ما تصورش حل. انا جي من دماغ علاش ما نحبوش بعضنا؟ علاش ما نعملوش مصالحه عوضا مشروع؟ انا احنا ما حشناش في القروان بحتى مشروع تو، حاجنا مصالحه ما بيناتنا. جوهرة الساحل عملت اذاعه، كانت نحن سيد الوالي كانت عندنا اذاعه في اول السبعينات تحولت لمكان اخر. للمسير وهزونا زاد الثريا نتاعنا تاع الجامع الكبير، وانا نطالب من هذا المنبر باش يرجعونا ثريتنا تاع الجامع الكبير. ان الدور الريادي الذي تقوم به اذاعتنا في المساهمة في تنمية الجهة وتقريب وجهات النظر والمساهمة في تأطير المواطن نحو وطنية محبذة للجميع وتنفع الجميع هو من أساسيات العمل الإذاعي بل الإعلامي بصفة عامة. ولذا كان واجب على قريش بالغيف انت اتحاد الفلاحين اليوم تكلمت زاد كجمعيه البركه وقلت عندكم استراتيجيه كامله نتاع مشاريع كبيره ان شاء الله في دقيقه تحكي لنا عليهم. انتهجنا نحن في الجمعيه لرؤيه مستقبليه للقروان فيما يخص الثقافه الاسلاميه. نحن نعتمد على اسم القروان اسم تاريخي وعريق، ولهذا فهمت قمنا فهمت بتحديد 10 مشاريع بمعية وخيانة فهمت الكوادر العليا نتاع القروان المتواجدين في خارج ولاية القيروان واللي هما من حامليك من متخرجين من مدارس عليا خارج الوطن، واخذين الأفكار هذه 10 مشاريع وبدينا فهمت في البلورة نتاعها. لقينا فهمت في التقدم والتواصل نتاع العمل نتاعنا نحن الاعتماد على كفاءات جهوية اللي هما البنيات المتحصلات على الشهائد العليا. انتدبنا زوز من الابنيات في مثل حاملات الشهايد العليا عن طريق مكتب الشغل في الجمعيه، وانتهجنا عمل كنا فهمت باش نقوموا فهمت باعداد الدراسات نتاع المشاريع هذه فهمت اللي تخص مستقبل القروان من هنا ل 100 سنه. ان شاء الله البرنامج نتاعنا نحن قاعدين نتقدم فيه. قمنا فهمت مثال على المشاريع انت نعطيك مثال. نحن عندنا مشروع هي مشاريع عده من جملتها مثلا باش نعملوا مركز للحج. المركز نتاع الحج هذايا فيها وكالة اسفار، فيه شركة نقل، فيها تدريب على الحج
وفيه نزل ومطعم. المقصود به هو هناك لانه فهمت عندنا السواح الاجانب نحن واللي اوروبا قريبه لنا نحن نعتمدوا عليهم نحبوا نعرفوهم فهمت بمفهوم الحج على خاطر ما يروا في التلفزه الحج ولكن ما نجموش يدخلوا. نحن نحبوا ننتهجوا الطريقه هذايا زاد كيف كيف للتربص سواء كان حجيجنا نحن ولا معتمرين نحن ولا من الشقيقه الليبيه والجزائر ينجموا يكونوا يجيو بحذانا وحتى كيف كيف الحجيج اللي يمشيوا من اوروبا ينجموا يجيو للمركز نتاع التربص نتاعنا نحن ويتعلموا فهمت طريقه الحج كيفاش معناها يقوموا بالحج نتاعهم. عندنا زاد حدائق فهمت نحن البرنامج نتاع حدائق سميناها حدائق الاندلس بالقيروان. عندنا مشروع نتاع مكتبه اسلاميه عملاقه مكتبة إسلامية هذه حديثة جدا. عندنا مشروع زاد كيف كيف نتاع قاعات عرض سينمائي الحقبات الإسلامية كل في 3 ديمونسيون و 4 ديمونسيون زاد فهمت. عندنا عدة مشاريع أخرى نحن قاعدين في المشروع نتاع فروسية ومركز الرياضة رياضة فروسية اللي هي ماهيش متطورة بتاتا في القروان واللي أصلها في الجمهورية كيف تقول فروسية تقول القيروان. نحن المركز كما نقولها فهمت نتاع فروسية باش يكون فهمت فيها حتى بالنسبة للأولمبياد نتاع الفروسية نحن عمرنا ما كنا نشوفوا في شركة تونس في المجال نتاع الفروسية في التظاهرات العالمية. هذوما كلهم نحن نحبوا نعتمدوهم باش السائح كيف يجي القروان ما عادش يتعدى نص ساعة وساعة من زمان وحتى الفطور يفطر في الفطور الصباح يفطر في سوسة وفطور نصف النهار فهمت يفطر في المستير. لما نحن نحبوا السائح كيف يجي يعدي خمس أيام وجمعة ويولي يجي فهمت للقروان بالخصوص. وهذا الهدف نتاعنا فهمت في الرؤية المستقبلية نتاعنا واللي يقول كون أن فهمت رؤيتنا نحن محدودة الجمعية نتاعنا والحمد لله تخدم بين سق حثيث وعندنا العديد من الأخيان ورجال الأعمال في القروان هنا فهمت نذكر أساميهم إن شاء الله في المستقبل قاعدين يدعموا فينا ماديا ويحبوا الخير للبلاد ونحن رانا نحبوا الخير لكل البلاد هذه بغض الطرف وابتعاد عن التجاذبات السياسية وابتعادا عن فهمت البعد ضيق النظر الحزبي اللي كما نقولها الناس الكل تتحدث به. نحن كما نقولها خدمتنا أهم شيء فيها هي ماشي سياسوية فيها أهم عنصر فيها هي القيروان يعطيوهم كل واحد يعطيوه وعد الوعد هذا اللي هو كما نقولوا فيها باش يخلص باش يربي واللي باعوله كيف كيف القانون يقول ياخذ وعد عند الحق في صفة شكل يا إما يحل كان عندنا والي بصراحة مع احتراماتي وخر القروان 10 سنين في كل المجالات وخرها 10 سنين ولم يبدي أي استعداد لفعل أي شيء القيروان ونأمل من السيد الوالي الحالي أن يتجاوزنا البلدية راهو ما يجيكش مستثمر يلقى بلاد مسخه وفيها بنيه اساسيه مهترئه والبلديه ما زالت خاضعه للتجاذبات السياسيه وبلديه نيابه خصوصيه فيها ما تخدمش ولا تعمل وما زالوا توا يتعاركوا الى اخره. والنتيجه شنية؟ النتيجه هي الجمود والتوقف على تنفيذ مشاريع واموال مرصوده موجوده والدوله ما تحققش. الخطير في كذلك هو عدم تطبيق القوانين حسب معناها ما الواحد الانسان يراه في العمل نتاعو فما مؤسسات موجوده وشركات ومؤسسات استثماريه وشركات الاحياء الفلاحي كما المعمل نتاع الاصباب فيه يعني بمجرد ان هم اشخاص يعني ما فماش حتى بدون عمل نقابي منظم يجي واحد يسكر المعمل كامل معمل الاصباب في شركات الاحياء يبقى اصحاب هذه المستثمرين هذوما التجؤوا للمعتمد. فما اخرين كما سي وجيه بالنسبه لباسان دي زيكلابيت فما المعلومه اللي نعرفها سي وجيه انه فما مشروع معمول ودراسه بدات تتعمل بالنسبه للمنطقه السياحيه في 9 هكتارات في قرعليم. هذه موجوده في الولايه انا معطله. واللي عطلها هو مع احترامتي ليه السيد الكاتب العام. ما حبش يخرجها. وهذه نداء للسادة أعضاء المجلس التأسيسي باش يحركوه السيد هذا وخرج لنا الدوسي خلينا نخدموا عليه. حاجة أخرى المعرض الدولي زاد كيف كيف معرفة الفجر وما عادش خرجوا. شنو مشكلته هذا؟ نعم شنو مشكلته؟ إذا عاد قال لك ما عنديش وقت أنا ولا غالب و هذا شنو قال؟ تسألوه.
هو اللي جاوب عليا باش نعطيكم باش نكتب كلامي. صارت الجلسه في 17 جانفي وعلى اساس باش تعمل جلسه بعد جمعتين وخرج شهرين. ما تعمل الجلسه باش نختار المواقع الا ما دخل السيد معظم الدول. وفي 4 ماي صارت الجلسه واخترنا المواقع اللي مش عملوا فيها موضوع مع الدولي بالقرب. وكيف كيف